يواصل الباحثون جهودهم للتعرف على السبب الحقيقي وراء الإصابة باضطراب الـ ADHD، والذي يعبر عن المصطلحين اضطراب تشتت الانتباه والتركيز المصحوب باضطراب فرط الحركة والنشاط. على الرغم من عدم وضوح تلك الأسباب، إلا أن هناك عوامل عديدة قد تكون سبباً في وجود هذا الاضطراب. بحسب موقع ويبتب، وهذا الموقع قال أن من 3 إلى 5% من تلاميذ المدارس يعانون من اضطراب نقص الانتباه، لكن غالباً ما تكون تلك حالة عابرة وتظهر في مرحلة معينة من الطفولة، وإن استمرت فقد تسبب صعوبات في التعلم. بحسب ما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2012، أن 4% من البالغين مصابون بهذا الاضطراب. ما هو هذا الاضطراب؟ تشتت الانتباه وفرط الحركة. سيكون هذا محور نقاشنا اليوم مع دكتور عبد الله أبو عدس، الأخصائي النفسي. صباح الخير لك أستاذي. إسراء لك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. دائما فكرة فرط الحركة مرتبطة بالأطفال. نعم. هايبر أكتيف. نعم. لكن متى يكون هناك اضطراب عند البالغين بفرط الحركة وعدم القدرة على الانتباه؟ طبعا هاي فكرة مغلوطة إجمالا ستي، لأنه واحد من يعني الأمور الغير واضحة أن هذا الاضطراب أنه يصيب فقط الأطفال، هو لا، يصيب الأطفال، يصيب يعني البالغين. يعني حتى عند الأطفال هو اضطراب؟ نعم سيدتي، هو اضطراب. الآن بالوضع الطبيعي هناك حالة من زيادة الحركة وقلة التركيز عند الأطفال بالوضع الطبيعي التطوري، لكن إذا حدث هذا الموضوع بشكل متواصل وأثر على النشاطات الأكاديمية أو النشاطات اليومية الحياتية للطفل، فطبعا هذا اضطراب بكل الأحوال. وهذه أحد الخرافات التي يجب أن نركز عليها، أن هذا ليس اضطراب، لا، هو فعلا اضطراب ويجب أن يرصد مبكرا ويجب أن يشخص ويعالج لما له من عواقب سلبية. يعني هل من الممكن أن يتطور مع الإنسان حتى يبقى في حالة البلوغ، يعني عندما يكبر هو نفس الاضطراب، ولا ممكن أن يصيبه فجأة؟ لا، هو بالإجمال العام تقريبا حوالي 1/3 الحالات يكون لها أصل طفولي إسراء بكل الأحوال. 75% من الحالات تستمر إلى المراهقة، 60% تستمر إلى البالغين، 40% من الحالات عادة تختفي الأعراض بكل الأحوال. طبعا ما يختفي بالإجمال هو موضوع فرط الحركة، لكن قلة التركيز أو نقص الانتباه فعليا والاندفاعية تكون موجودة بكل الأحوال. يعني بصير لأنه الجسم يعني غير قادر على أنه يكون بنفس الفرط. نعم نعم، ونضوج الإنسان إجمالا، يعني بالإجمال العام كلما نضج الإنسان كلما أصبح الآن يلتزم بنوعا ما اللباقة المطلوبة اجتماعيا بكل الأحوال. طيب هل يدرك الإنسان المصاب بهذا الاضطراب أن لديه مشكلة كبيرة، ولا هل يعتاد على هذا الموضوع؟ لا، هو يدرك والآخرين يدركون هذا الموضوع. يعني معظم البالغين المشخصين بهذا الاضطراب بكل الأحوال يعانون من حالات من الاندفاعية، تقلب المزاج، المزاج الحاد جدا، لا يتحملوا الآن التوترات أو الضغوطات، لا يعرفوا كيف يتعاملوا معها، لا يتحملوا الإحباطات أو التحديات بالطريقة الطبيعية بكل الأحوال. لديهم صعوبة عالية جدا إسراء في التخطيط، لديهم صعوبة عالية جدا الآن في إدارة الوقت، لديهم صعوبة عالية جدا في أن يكونوا ناس منظمين بالإجمال العام، لديهم صعوبة الآن في نوعا ما إدارة الأدوار أو الالتزام في إدارة الأدوار لفترة معينة، وبالتالي يصابون بحالات من الاكتئاب والقلق وحالات من العدوانية والعدائية، حالات من العزلة الاجتماعية. أحيانا يراجعون بسبب العواقب الخاصة في هذا المرض وليس بالمرض نفسه، يعني بعض العواقب أنه معزول، لا يستطيع إدارة أدواره، فقد وظيفته، فقد عمله، لا يستطيع أن يكمل في جامعته وما إلى ذلك. تأثيرات وتبعات الأشياء تأخذ أبعاد أكبر. نعم إسراء، وهذه مشكلة كبيرة، أنه في نهاية المطاف هذا يعتبر أحد الأعباء. يعني الأفدية الأمريكية قالت 4%، هو الرقم فعليا 4.7% من البالغين في العالم يعانون من هذا الاضطراب فعليا، 10% فقط من يتم تشخيصه، و7% فقط من يتابع بالعلاج بكل الأحوال. وبالتالي هو عبء صحي كبير جدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. في الأطفال هو اضطراب نفسي نمائي بكل الأحوال سيدتي، يصيب من 3 إلى 5% كما ذكر التقرير، موجود في الذكور أكثر من الإناث، موجود في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية بكل الأحوال بسبب تعقد الحياة في هذه الدول ومحاولة الإنسان، يعني ومحاولة الإنسان للتنقل من مجال انتباه إلى مجال آخر وما إلى ذلك، يخلق تعقيدات تؤدي إلى زيادة انتشار هذا في الدول المتقدمة، وهو عبء للطفل أو للبالغ، للأسرة، للمدرس، للطبيب، يعني كل المنظومة التي تتعامل مع الطفل تعاني من هذه الصعوبات بكل الأحوال. طبعا في الأطفال يهمنا الرصد المبكر إسراء، يعني أحد الدراسات الأمريكية الآن درست هل الأطفال المصابين بهذا الاضطراب مستعدين للدخول إلى الدراسة أو الحياة الدراسية بنفس الكنترول أو فئة الكنترول أو الفئة الغير مصابة، فوجدنا أن هناك العديد من الصعوبات في الذكاء أو في النمو العاطفي والنمو الاجتماعي والنمو اللغوي، وبالتالي الرصد
المبكر والعلاج المبكر أمر غاية في الأهمية بحيث نقوم قبل يعني أن ندخل في موضوع العلاج، أحب جدا أن أعرف ما هي الأسباب فعليا التي قد تقود، يعني شو بيكون بدور براس الشخص أفكار من مشاعر؟ هذا من الناحية النفسية. الآن الأسباب متعددة، هناك أسباب وراثية بيولوجية نفسية واجتماعية بكل الأحوال. طبعا 75% من الحالات مربوطة بأسباب وراثية. من الأسباب البيولوجية بكل الأحوال هناك بعض الاضطرابات في بعض المستقبلات، مستقبلات الدوبامين والنور أدرينالين في الدماغ. في بعض الدراسات يعني مستقبلات عدم إفراز مثلا الدوبامين، لا هو تركيزه في المنطقة التشابكية بيكون نوعا ما أقل من الوضع الطبيعي، وبالتالي من هنا أتت الأدوية المنبهة التي نستخدمها في هذا العلاج تزيد من تركيز الدوبامين مثلا في منطقة تشابكية معينة، وفي بعض الأدوية تزيد من تركيز النور أدرينالين في مناطق تشابكية معينة. يعني هذه الفلسفة من وراء الموضوع بكل الأحوال. الآن كذلك الآن بعض الدراسات ربطت الأسباب فيما يحدث بالحمل، تعرض الأم الحامل للتدخين، تعرض الأم الحامل للكحول، تعرض الأم الحامل للرصاص، وجود إصابات الآن التهابات عامة لدى الأم الحامل، وجود إصابات في الدماغ لدى هذا الطفل عند الولادة، ولادة مبكرة قبل الأوان، تعرض بعض الأمهات أحيانا لبعض أنواع المبيدات التي تستخدم الآن في الفواكه والخضار كالفوسفات، تعرض الأمهات لمواد الصوديوم بالزويت وغيرها. هاي في نهاية المطاف كانت من الفرضيات التي نوعا ما وضعت لمعرفة أو في رحلة البحث عن معرفة الأسباب. هناك بعض النظريات النفسية، فمثلا الآن بعضها ما تدعي أن فرط الحركة وقلة الانتباه هو ناتج الآن عن الأنمذجة، يعني بمعنى الطفل يقلد سلوك والد أو والدة نوعا ما، وبالتالي يأخذ هذا السلوك على أنه هو السلوك السوي والقويم ويكمل فيه مشوار حياته. بعض الدراسات تكلمت عن موضوع التعزيز، بعض الأسر تعزز فرط الحركة لدى الأطفال، يعني سمة الآن زيادة الحركة تعززها وتمدحها وتكربها وتكبرها، وهذا من مظاهر الرجولة والقوة وما إلى ذلك، وبالتالي يستمر الطفل في هذا السلوك. بعض الدراسات يعني عن اقتناع فكري لنقل، اقتناع عائلي عادة لكن ليس سليم من الناحية العلمية، يعني بمعنى الآن مجال لفرط الحركة ومجال لقلة أو نقص الانتباه معقول لحد معين، ما لم يحدث هناك الآن مطابقة للصفات التشخيصية الدولية وبالتالي الآن وجود المشكلة. بعض الأمهات تشكو إجمالا من مسلكيات واضحة، يعني هذا الاضطراب إسراء يشخص من اليوم الأول من الولادة، فالطفل وزنه وطوله يكون أقل من الطبيعي مع بداية الآن الحركة؟ لا هو ولادة أقل من الولادة. في حالة المهد يكون الطفل مثلا لديه مشكلة معينة في البكاء المتواصل أو الالتهابات أو النزلات الصدرية أو المعوية المتواصلة. في حالة الطفولة المبكرة يكون لديه تأخر في نمو في التسنين فعليا. في حالة الطفولة الآن المتوسطة وما بعد تقريبا تكون الأعراض مسلكية، لا يسمع الكلام، لا ينتبه، دائما مبعثر عبثي. كل الأطفال كما يعني خلينا نقول متى نميز؟ هو لأنه الأطفال في كثير منهم يكونوا عنيدين، في منهم أحيانا بسبب حالة نفسية معينة يلجأ إلى اللعب، العنف، إلى 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 إلى. طيب كيف نميز؟ ما ذكرتي جميل، لأن هناك بعض الفرضيات تتكلم عن الحرمان العاطفي وتتكلم الآن كذلك عن سوء التربية كأحد الأسباب النفسية الآن لظهور هذا الاضطراب. التمييز يحدث الآن سيدتي لا يجب أن يكون على مكانين مختلفين، يعني في المنزل وفي المدرسة، في المنزل وفي عند الأسرة الكبيرة وما إلى ذلك. الآن الفكرة إذا أدى هذا الموضوع إلى اضطراب واضح جدا، يعني الطفل عادة يكون عنيد، عصبي، عدواني، طفل غير قادر على الاندماج مع الآخرين، يتنقل من مكان إلى آخر، لا يسمع الأوامر، لا يحب الأدوار التي تتطلب الآن انتباه متواصل، فهذه الأمور سهل جدا أن ترصدها الأم، يعني العوامل التطورية الطبيعية بحدود الآن معينة سهل جدا تفريقها عن العوامل المرضية أو وجود حالة مرضية معينة، وتبدأ الأم برصد هذا الموضوع من الطفولة ومن ثم تتعزز بالمدرسة، وطبعا تبدأ الآن نوعا ما رحلة البحث عن العلاج بكل الأحوال. يعني بيكون واضح أن هناك مشكلة. نعم سيدتي، نعم نعم نعم، يعني الحدود الطبيعية لقلة أو نقص الانتباه والاندفاعية وزيادة أو فرط الحركة، هذا الموضوع الآن يكون ملحوظ من قبل الأسرة في معظم الأوقات. طيب خلينا نفوت بمرحلة العلاج. نعم. كيف يكون مرحلة العلاج متى؟ وإن كانت عند البالغين كيف وعند الأطفال كيف؟ نعم طبعا الرصد المبكر هو الأهم في جميع أنواع الاضطرابات بكل الأحوال. الآن رحلة العلاج هي رحلة الآن شمولية تشمل الآن التشخيص الصحيح وأخذ السيرة من الشخص نفسه إذا كان بالغ أو من الطفل وأسرته والمدرسة وغيره. هناك بعض التقييمات السايكومترية التي نجريها، طبعا نستثني وجود بعض الاضطرابات العضوية كاضطرابات الغدة الدرقية أو إصابات الدماغ وما إلى ذلك، ومن ثم الآن نخطط ما هو العلاج. هناك المنحة السلوكي، هناك المنحة الدوائي، وهناك طبعا المنحة الدامج والمنحة الاجتماعي بكل الأحوال. المنحة الآن السلوكي هو الأهم في هذه الحالات صراحة، يعني إذا كانت الأعراض شديدة جدا ومقلقة جدا وموترة يمكن أن نبدأ بالخطة العلاجية البيولوجية الدوائية فعليا مع المنهاج السلوكي، لكن في معظم الأوقات أحب أن أبدأ بالمنهاج السلوكي بكل الأحوال. هناك عدة تداخلات نجريها، فمثلا تعليم الطفل ضبط ذاته، يعني نعلمه كيف يضبط ذاته، وبالتالي نطبق هذا الموضوع على جميع المواقف الحياتية
الحياتية بقدر الإمكان. نحاول بقدر الإمكان أن نعطي تعزيز نوعا ما رمزي لهذا الطفل، مثلا مقابل كل سلوك إيجابي، مقابل كل سماع للأوامر الأسرية، مقابل كل التزام في إنهاء طبق الطعام وما إلى ذلك، نعطيك يعني العقاب مكافأة. والثواب إلى حد ما. نعم، مع 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 الآن نوعا ما محاولة الوزن. لكل شيء الوزن. نحاول كذلك نوعا ما أحيانا أن نلجأ إلى التغذية الراجعة، يعني بمعنى نصور سلوك الطفل أمامه بالكاميرا ومن ثم نعيد نوعا ما ونشاهد هذا السلوك مع الطفل نفسه لكي يرى الآن نوعا ما عواقب هذه الأمور بكل يعني الأحوال. يعني نعزز عنده فكرة إدراك المشكلة. فكرة ضبط الذات، ضبط الذات الآن وضبط السلوك القويم وضبط السلوك الاجتماعي. طبعا هذا بحد معين، لكن في بعض الحالات كما قلنا نلجأ إلى استخدام العلاجات الدوائية التي تؤدي نوعا ما إلى ضبط الحالة أو الإيقاع الدماغي. بعض الفرضيات تتكلم أن اللوب الأمامي من الدماغ يفقد قدرته الآن على الفرملة فعليا أو بلغة عامة. يعني بمعنى الآن عند وجود هذا الطالب في يعني المدرسة بيولوجيا هناك مشكلة في عدم القدرة على نعم نعم إسراء. يعني مثلا طفل الآن موجود في المدرسة، بدأت المدرسة بشرح المادة، حدث صوت من الخارج، فبالتالي سهل جدا أن يتشتت هذا الطفل. الآن المنطقة الأمامية من الدماغ لا تكبح فكرة الآن فلترة الأصوات الخارجية بحيث نكون منتبهين كليا مع المدرسة. بعض الأمهات مثلا فرضا تشكو أنها يجب أن تذكره بفرشات أسنانه أو تغسيل أسنانه، يجب أن تذكره مثلا بتنظيم سريره، يجب أن تذكره بغسل وجهه وما إلى ذلك. فبالتالي هذا الضبط البدائي أو التشخيص البدائي مهم حتى نبدأ بالمنهج المسلكي. كلما كانت الأسرة متعاونة إسراء كلما كان الموضوع سريعا. هل ممكن علاج هذا الموضوع تماما؟ نعم طبعا، هو إحنا 40% من الحالات ممكن أن تتطور ولا تعالج، يعني بمعنى تختفي هذه الأعراض وبالذات الآن فرط الحركة. العلاج يتضمن طولة البال بكل الأحوال، يتضمن المنهج الشمولي، ويتضمن كذلك الآن المتابعة والمراقبة الحثيثة لهذا الطفل أو البالغ بكل الأحوال. نعم، جميل جدا كل هذه المعلومات. شكرا لك عبد الله أبو عدس الدكتور والاختصائي في الطب النفسي. الله يسعدك.